ليه السعودية عايزة تعمل برنامج نووي ضمن خطة 2030؟ عمرك فكرت ليه السعودية عايزة يكون عندها نووي؟ في البداية كده خليني أقولك إنه من فترة كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قالك إن السعودية مش مليانة نفط أو بترول وبس، ده بسم الله ما شاء الله لقوا إن موجود فيها كمان يورانيوم، واحتياطي كمان منه بكميات مش هتتخيل قد إيه. فإحنا بقى هنستغل الكمية دي اللي هو اليورانيوم ببساطة عشان ننتج طاقة نووية، وكمان في عمل مفاعلات نووية. بس خلي بالك، حوار المفاعلات النووية أو إنتاج طاقة نووية في السعودية مش وليد اللحظة. هتقولي إزاي؟ هقولك يا سيدي، إن الموضوع حرفيا بدأ من نص قرن، وتحديدا في الستينات والسبعينات. أصل لما جت 1977 واتعمل المركز العربي للعلوم والتقنية علشان يتعمل برنامج نووي مدني، وكمان معهد بحوث الطاقة الذرية اللي كان في الثمانينات، وقتها اتقال إن السعودية بتدعم العراق في برنامجها النووي، واللي زاد من الطين بلة إن سنة 2006 السعودية بقت جزء أساسي وقائد مشترك لدول الخليج في البرنامج النووي. وفي سنة 2011 السعودية قالت لك إحنا هنعمل لوحدنا من غير شريك 16 مفاعل نووي لحد سنة 2030 علشان يوفر حوالي 20% من الطاقة عندنا. في الوقت ده الدنيا اتقلبت على السعودية، أصل إزاي يعني جالها قلب تاخد قرار زي ده في عز الأزمة بتاعة تدمير محطة فوكوشيما اليابانية؟ ولما جت سنة 2019 دار الكلام إن دونالد ترامب كان موافق على ترخيص لشركات تكنولوجية نووية لدعم البرنامج النووي السعودي. والسؤال هنا هو ليه السعودية بتعمل كل ده على البرنامج النووي؟ ببساطة السعودية عايزة الموضوع ده يتم علشان تنوع من مصادر الطاقة عندها، وكمان تطوير برنامج الطاقة النووية تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان هيخدم الاقتصاد، وبدل الاعتماد الكلي على البترول فالوقود النووي هيكون جزء من الطاقة المحلية بعد إعادة الوقود المستهلك لإنتاج البلاتينيوم المتفجر. بس خلينا نتفق على حاجة سوا، إن كان تخصيب اليورانيوم لأهداف تجارية أو لإنتاج الطاقة فده هيخلي السعودية تطور الأسلحة النووية في المستقبل. بالمناسبة البرنامج النووي ده عامل رعب لإسرائيل وإيران، لأنهم الدولتين اللي بتعمل يورانيوم من غير ما يقولوا هل عندهم أسلحة نووية ولا لا. علشان كده قررت السعودية تنتقل من تعدين اليورانيوم لتصنيع الوقود النووي. بس الحقيقة الموضوع مش مجرد استخدام سلمي للطاقة، لا ده كمان إمكانية السعودية امتلاكها أسلحة نووية. ده مش غريب على دولة زي السعودية بتمتلك 90,000 طن من اليورانيوم، وده طبعا كفيل انه يخلي السعودية تنقب اليورانيوم وما تستوردش من برة، لان المواردين بيشترطوا على المستوردين لازم يلتزموا بالانتاج السلمي لليورانيوم. والسعودية عندها خطط تانية، وده غير وجود برنامج نووي في السعودية هيخلي السعودية عاملة زي الاسد اللي بيخاف منه الدول المعادية ليها. فعندك قوة الولايات المتحدة تفوق روسيا، باكستان أقوى من الهند، وإيران أقوى من إسرائيل تحت ما يسمى بمعادلة الردع، لأن ولي العهد عايز يعمل مفاعلات نووية علشان يبقى ليه وزن على الساحة الدولية. مين اللي هيبني المفاعلات النووية في السعودية؟ والله يا سيدي حسب المصادر كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، فرنسا عرضوا على السعودية إنهم يعملوا ليها برنامج نووي، لكن السعودية حاليا بتدرس خطة من الصين علشان يتبنى محطة طاقة نووية في نهاية 2023 الحالي. المفروض السعودية هتكون خلصت بناء مفاعلين نوويين، ودي هتكون البداية لعمل 16 مفاعل نووي بتكلفة 100 مليار دولار. لكن حسب الخبراء مشروع البرنامج النووي ده خطوة مميزة لدولة عربية زي السعودية اللي بتسعى نحو الانفتاح الاقتصادي، واللي هيخلي ليها ثقلها على الصعيد الدولي.